تعرف خش نحل المساله دي مساله فاينل بيقول لك ان انت عندك 75 اوم سورس متوصل على 75 اوم كواكسيال كيبل. السورس ده فريكوينسي بتاعته 1 جيجا والفولتج بتاعه 1 فولت ار ام اس، ومديك شويه حاجات، مديك طول اللاين قد ايه، الانر ريديوس بتاعه بكام، اللود اللي واصل عليه بكام، بير يونت لينث كاباسيتنس، البير يونت لينث اندكتنس، والاتينيويشن بتاعته بكام. وبيقول لك انت انك هتعمل اسامبشن ان الانسليتور بتاعك ده لوسلس، وهات بقى شويه حاجات، هات الابسلون ار، هات البي ليه الاوتر ريديوس بتاع الكواكسيال، البير يونت لينث ريزيستنس، الباور اللي هتوصل للود، الباور اللي هخسرها في اللاين، الفولتج اللي عند اللود بس انستنتينيوس، يعني في ال اوف تي شكلها عامل ازاي. كويس، فانت عندك كده ايه، دي ترانسميشن لاين، دي كاركترستيك امبيدنس زد نود بتاعته بكام، ب 75، وبيقول لك ان هو موصل اللود بتاعه ب 75 برضو، والسورس الانترنال امبيدنس بتاعته 75 هي كمان، والطول ده 6 متر. كويس، والفريكوينسي بتاعت دي 1 جيجا، دي طبعا 1 فولت ار ام اس 1 جيجا هرتز. طيب اول حاجه عايز الابسلون ار، هجيب الابسلون ار ازاي؟ عندي في جنرال اكسبريشن اللي هو ال ال في السي بتساوي الميو في الابسلون، ال ال عندي والسي عندي، الميو دي ميو نود، الابسلون ابسلون نود ابسلون ار، عندك الميو نود والابسلون نود وعندك ال ال والسي، هتعرف تجيب الابسلون ار بتاعتك دي بكام. طيب عايز الانر الاوتر ريديوس بتاع الكواكسيال كيبل ده بكام؟ معايا ايه؟ ماشي، معاك المعادله بتاعت ال ال او معادله السي؟ معادله ال ال بتقول ايه؟ لا سوري غلط، معادله ال ال بتقول لك ميو على 2 باي بتساوي فلان بي على ايه، هي دي ال ال، عندك ال ال وعندك الايه، الميو ميو نود، لو انت عايز تجيبها بالسي هتقول انها 2 باي في الابسلون على لان بي اوفر اي، بس الاحسن انك تجيبها بال ال، لان ال ال مش معتمد على حاجه انت جبتها قبل كده، انت ممكن تكون جايب الابسلون ار غلط اصلا. طيب تالت حاجه عايز الار، عايز البير يونت لينث ريزيستنس بكام؟ الار دي اللي هي اللوسز نتيجه الكوندكتور. الايه؟ ماشي، وبعدين؟ ايه؟ معلش ثانيه واحده بس، ايه؟ كويس؟ وبعدين ايه؟ بعدين هتفرق معايا في ايه في الار؟ طب ما هو الاكسبريشن بتاع الزد هيطلع بكام؟ هو مديك الزد نوت دي ريال ولا لا؟ صح؟ لو ريال هي اساسا لوحدك غالبا هتطلع روت ال على سي دايما، مش تتغير عن كده، فهي دايما هتطلع الزد نوت هي روت ال اوفر سي. ممكن تجيبوها منين؟ خد بالك هو بيقول لك ايه، فيريفاي ان هو لو لوس ولا لا لاين، فانت هتعمل ايه؟ هتاسيوم ان هو لو لوس ترانسميشن لاين الاول، وبعدين تجيب الار دي وتطبق الكونديشن، الار فعلا اقل بكتير قوي من الاوميجا ال ولا لا، لان هو بعد كده بيقول لك اثبت فعلا ان هو لو لوس ولا لا، فانت هتاسيوم ان هو لو لوس لاين. فهو لو لو لوس انت عارف ان الالفا بتاعتك بكام؟ المفروض انها ار على 2 ار نود بلس جي ار نود على 2، بس الجي بتاعتي بكام؟ الجي بتاعتي المفروض بصفر، ان هو هنا بيقول لك اسيوم ان الانسليتور بتاعك ده لوسلس، فدي معناها ان الجي بتاعتك ايكوال زيرو، يبقى الترم الثاني ده مش موجود، يبقى انت عندك الالفا بتاعتك بار على 2 ار نود، الار نود بكام؟ اللي هي ال 75، الالفا دي بكام؟ الالفا هعرف اجيبها منين؟ من الاتينويشن، هو مديك هنا الاتينويشن، الاتينويشن دي هجيب منها الالفا ازاي؟ 20 الفا
لوج الاي من غير ال لان هو جايبها هنا دي بي بير متر، فهتساوي الرقم ده كله ب 0.21 دي بي بير متر. تحسب من هنا الالفا بتاعتك، جبت الالفا ترجع هنا تجيب الار. بعد ما تجيب الار هتعمل ايه؟ لازم تعمل فيريفيكيشن ان هو فعلا لو لوس ولا لا. فانت لازم تتشك ان الار بتاعتك اقل بكتير من الاوميجا ال ولا لا. اقل بكتير دي يعني ايه؟ 10% تقريبا. افندم اللو لوس ايه يعني ايه؟ لا، في فرق بين لوسلس انسليتور بس ترانسميشن لاين نفسه لوسي ولا لا. لوسلس انسليتور يعني الداي الكتريك بتاعك ده ما فيهوش لوسز، يبقى اللوسز اللي جايه في ترانسميشن لاين جايه نتيجه مين؟ نتيجه الكوندكتور بس، ما فيش حاجه نتيجه الداي الكتريك، يعني نتيجه الار ما فيش جي. الجي دي نتيجة الدايلكتريك اللي ما بين مش ما بين اتنين ترانسميشن، ما بين الانر والاوتر. اللوسز ما بين الانر والاوتر كوندكت الفيلنج بالظبط. هو ده انر واوتر ولا ترانسميشن لاين؟ لا انر واوتر، ما هو الاتنين مع بعض بيعملوا ترانسميشن لاين. يعني ده كده على بعضه بالظبط، اللي جوه واللي بره ده مع بعض ترانسميشن لاين، دول كده ترانسميشن لاين باللي جواهم بالاندايلكتريك اللي جواهم. يعني الاثنين كوندكتور مع بعض لازم يكونوا موجودين عشان يعملوا ترانسميشن لاين. دي المنظر من الجنب. ثانية. ايه؟ اه ممكن تعمل كده، بس انت ما عندكش السيجما بتاعت الكوندكتور. انت عشان تعمل الار بتاعتك دي ليه واحد على 2 باي السيجما بتاعت الكوندكتور في الدلتا في 1 اوفر اي بلس 1 اوفر بي، انت عايز السيجما بتاعت الكوندكتور دي مش مجيفن، هتجيبها ازاي؟ والدلتا دي فيها السيجما بتاعت الكوندكتور برضه فهي مش جيفن. ده كان صح لو السيجما بتاعت الكوندكتور جيفن اللي هو عملناه السكشن اللي فات. لو جبت الار ولقيتها اقل بكتير قوي من الاوميجا ال هيطلع لو لوس، هتحسبها هتلاقيها لو لوس. اه هو نفسه هو اصلا في المساله بيقول لك فيريفاي يعني اتاكد فعلا هو لو لوس ولا لا، هو اصلا طالب الحكايه دي. مش مفهوم ان احنا نعمل الاسامشن ده، لان المفروض ان الفيريفيكيشن كده جرانتد ان هي تبقى اقل بكتير من الاوميجا. وانا استخدمت القانون بتاع لو لوس اصلا. لا انا ما استخدمش القانون بتاع لو لوس. ليه بقى؟ انت اصلا حتى لو ما استخدمتش القانون بتاع لو لوس انت الالفا اصلا هتطلع ار على 2 ار نود. ليه؟ الالفا الجنرال ار بلس جي ماجنيتيود الزد نود سكوير على 2 ار نود، ايفن لو هو مش لو لوس الجي بتاعتك بصفر فهيطلع ار على 2 ار نود دايما. ان هو لو لو لوس قانون ده كله على بعضيه. ما بقول لك حتى لو الجنرال هيطلع لك ار على 2 ار نود، وعشان كده هو بيقول لك اعملي فيريفيكيشن. فين؟ لا لا طبعا لا في ار لا لا في ار نود نورماليزيشن بس بيبقى موجود في السميث تشارت، بعد كده لا مفيش نورماليزيشن في جزء السميث تشارت وفي جزء ماتشنج سيركتس بس، هو ده اللي هتلاقي بيستخدم فيه نورماليزيشن. اي حاجه تانية لا، هتلاقي قوانين عاديه فيها بتتعوض بالفاليوز العاديه من غير نورماليزيشن. طيب هو عايز الباور اللي هتوصل للود قد ايه؟ باور اللي هتوصل للود قد ايه؟ دلوقتي ده لوسي ولا لوسلس ترانسميشن لاين؟ لوسي في الفا صح؟ كويس. ماتشد ولا مش ماتشد؟ ماتشد لود ولا مش ماتشد لود؟ ماتشد لود. فهو لو ماتشد لود تقدر تقول على طول ان الباور اللي هتروح لللود هي الباور انسيدنت مضروبه في اي باور ماينس 2 الفا في ال على طول، اللي هو القانون اللي احنا اثبتناه المره اللي فاتت. طيب الباور انسيدنت دي احسبها ازاي؟ باور انسيدنت دي الباور اللي داخله من بره خالص اللي هي بكام؟ اللي هي ماجنيتيود الفي بلس بتاعتي سكوير على 2 الار نود.
طبعا على اتنين ده لو ماكسوم، لكن هو مديني الفاليوز كام؟ ارمس، يبقى مفيش الاتنين دي. طيب الفي بلس بتاعتي بكام؟ في بلس على حسب السورس بتاعي ماتشت سورس ولا لا. لو هو ماتشت سورس يبقى هو الفي جي على الاتنين، لو مش ماتشت سورس بطبق القانون الكبير بتاع الفي بلس. هنا في الكيس دي هو ماتشت سورس، يبقى الفي بلس دي هي الفي جي اوفر 2 على طول، والارنود ب 75. في اي باور ماينس 2 الفا ال، الالفا جبتها من هنا من الاتينويشن، والال بتاعي اللي هو ال 6 متر. كويس، دي الباور اللي هتروح لللود. طيب الباور اللي لوست، حصلها لوسس في الترانسميشن لاين بالظبط. الباور اللي حصل لها لوسس المفروض تطلع هي مين؟ باور انسيدنت ماينس الباور اللي وصلت لللود قد ايه، الباور اللي انا كنت مدخلها ناقص اللي راحت لللود بكام، اللي هي هتطلع الباور انسيدنت بتاعتي مضروبه في 1 ماينس اي باور ماينس 2 الفا ال. طيب عايز الفولتج اللي عند اللود بس انستانتينيوس، يعني عايز في ال اوف تي. هي الفي ال بكام الاول؟ ايه نص ايه؟ نص الفي جي على الاثنين بعدين بس. الجاما ال دي بكام؟ مفيش جاما صح، فهي انسيدنت ويف بس، يعني الترانسميشن لاين ده ما بيمشيش غير ويف واحده انسيدنت بس، لان هو ماتشد لود. طيب بكام بقى الفي ال دي؟ انا عرفت اجيب الفي بلس اللي هنا دي، يعني الفي بلس اللي عند الانبوت، الفي بلس اللي عند اللود تبقى بكام؟ هي هي نفسها الفي بلس دي بس مضروبه في كام؟ في اي باور ماينس الفا ال، في اي باور ماينس جي بيتا ال، في ريفلكتد مفيش، يبقى الفولتج اللي عند اللود هو مين؟ هو الاكسبريشن ده كله، في ال هو الفي بلس مضروبه في اي باور ماينس الفا ال في اي باور ماينس جي بيتا ال، اللي هي اي باور ماينس جاما ال كلها. كويس، الفي بلس دي بكام؟ اللي هي في جي على الاثنين عادي جدا، الالفا اللي هجيبها من الاتينويشن، البيتا هجيبها ازاي؟ اوميجا روت ال في سي، لان هو لو لوس، انت هتعمل فيريفيكيشن هيطلع لو لوس، فتحسب البيتا باوميجا روت ال في سي على طول. كده انت جبت الفي ال في السبيس، يعني عند الزد بزيرو او عند الزد ايا كان، عند نقطه معينه في السبيس انت جبت الفي ال. هو عايز في ال اوف تي، احسبها ازاي؟ عايز الانستانتينيوس بتاعها. كنا بنحسبها ازاي؟ هو الريال بورت بتاع الفي ال ده مضروبه في اي باور جي اوميجا تي، صح كده؟ دي هتطلع بكام؟ هتطلع الفي بلس اي باور ماينس الفا ال في كوساين اوميجا تي ماينس بيتا ال. لا احسبي الارقام، ستة ستة يعني انت لما تجيبي الفي ال ده الفاليو بتاعتها بكام بالظبط؟ هتعوضي الفي بلس اللي هي في جي على الاثنين، هتعوضي دي اي باور ماينس الفا الالفا اللي انت جبتيها من هنا، وتضربي في ال اللي هي 6، والبيتا هتجيبيها اوميجا روت ال في سي وتضربي في 6 متر. ثانيه واحده، كنت هتعملي ايه وانت بتحسبي لو هو لو هو مش ماتشد صح؟ كويس، فهتحسبيها ازاي؟ هتقولي انها الباور انسيدنت مضروبه في كام؟ كويس، في 1 ماينس جاما لود كماجنيتيود سكوير صح؟ هتبقى كده بالظبط. اه هتطلع كده، لان ساعتها دي باور انسيدنت، دي في انبوت برضه مضروبه في باور ماينس الفا ال، تطلع هي هي. ايه تاني؟ خلاص بيقول لك انا عندي لوسلس ترانسميشن لاين، الترانسميشن لاين ده ليه اربيتراري لينس اسمه ال، وواصل عليه لود اربيتراري فاليو برضه اسمها زد ال، والترانسميشن لاين ده واصل عليه سورس ماتشد مع اللاين بتاعي، وليه فولتج معين اللي اسمه في جي. ده بيقول لك عايز السيفنن ايكويفالنت
اللي هتشوفها عند اللود بكام. يعني انت لو بصيت من هنا هتشوف كام، هتشيل كل اللاين والسورس ده وتحط مكانه equivalent 7 impedance بقد ايه، والequivalent V7 بتاعتك بكام. وبعد كده اثبت ان الباور اللي هتوصل للود بتاعك دي ما بتعتمدش على طول اللاين ده خالص، ملهاش دعوة باللاين طوله قد ايه. اعمل ايه؟ هجيب ال 7 equivalent، هجيبها ازاي؟ بنجيب الاول الزد 7 بتاعتي، بجيبها ازاي الزد 7؟ اي independent voltage source بحطه ايه؟ short circuit، واي independent current source بحطه open circuit. كويس، دلوقتي هعمل ايه؟ هشيل الفي جي دي واحط مكانها شورت سيركت، وابص على الامبيدنس من عند النقطه اللي انا عايز اجيب ليها الايكويفالنت. يعني هبص من هنا، انا دلوقتي شايف ايه؟ شايف ترانسميشن لاين طوله ال وفي اخره زد نود، يبقى الانبوت امبيدنس بتاعتي بكام؟ بزد نود برضو. يعني ده كانه ماتش الترانسميشن لاين، صح؟ كانه ماتش ده عادي. قيمه الانبوت امبيدنس اللي هشوفها دايما هي قيمه الزد نود. مش عارفين انها زد نود، هتطبق القانون عادي جدا، هتحط الزد ال بتاعتك بزد نود، هتلاقي في الاخر بتوعك ان الزد انبوت بتاعتك بالزد نود على طول. هي الانبوت امبيدنس انت شايفاها من هنا، مش الزد 7، ان هي الانبوت امبيدنس عند النقطه اللي انت هتقطعي عندها. بس الانبوت امبيدنس اللي انت شايفاها من هنا هي مين؟ ترانسميشن لاين وفي اخره زد نود. الانبوت امبيدنس بتاعتها بكام؟ بالظبط القانون الزد انبوت بتاعتي. يعني انتوا اصلا المفروض تطبقوا في قانون زد انبوت ده. المفروض تطبقوا في ده، طبق الزد ال انها بزد نود. طيب دي كده زد 7، في 7 بتاعتي بكام؟ في 7 بحسبها ازاي؟ بشيل اللود خالص واحط مكانه اوبن سيركت. يبقى انت كانك عندك ترانسميشن لاين كده وفي اخره اوبن سيركت، وعايز تحسب الفولتج اللي على الاوبن سيركت دي بكام؟ دي هتطلع الفي 7 بتاعتي. انت بتجيبي زد 7 ازاي؟ ارجعوا يا جماعه لقانون زد 7، بتجيبي زد 7 ازاي؟ كويس، شلت ده كده وحطيت مكانه الشورت سيركت. كويس، وبعدين بحسبها ازاي؟ من عند النقطه اللي انا عايز احسب عندها دي ببص واجيب الانبوت امبيدنس بتاعتي. طيب تجيب الانبوت امبيدنس ده ازاي؟ بالظبط، بالنسبه لي الزد جي دي هي الزد لود. ها احسب الفي 7 دي ازاي؟ انا عندي ترانسميشن لاين وفي اخره اوبن سيركت، تطلع بكام؟ تطلع بكام؟ تطلع ايه؟ بس طيب في حد بيقول انها في جي في اي باور ماينس جي بيتا ال، في حد تاني بيقول انها تطلع في جي. ليه في جي؟ تطلع ايه؟ يا سلام، لا ثانية، وانت لما بيبقى عندك ترانسميشن لاين وفي اخره شورت او اوبن، الفولتج اللي عليه هو فولتج ريسورس ايه؟ تحسبوها ازاي؟
يعني عايز تعمل ايه؟ عايز تجيب من هنا الانبوت امبيدنس بتاعتك بكام صح؟ وبعدين تجيب الفي انبوت. طب انا هجيبها ازاي؟ ما هي في الاخر هتطلع حاجه زي كده، قوانين زي دي. بعدين جبت الفي انبوت، ماشي جبتها بالطريقه دي، عارف الزد انبوت. لا اللي انت بتقوله ده فاليد للفي بلس او الفي ماينس بس، يعني الانسيدنت ويف لوحدها او الريفلكتد ويف لوحدها، لكن ما ينفعش تجيبها للتوتال فولتج مره واحده. يعني ما ينفعش تقول لي ان الفي انبوت اللي هنا دي هتطلع هي الفي 7 بس مضروبه في اي باور ماينس جي بيتا ال. ده مش صح. الفي بلس هي الفي بلس اللي هناك مضروبه في اي باور ماينس جي بيتا ال، والفي ماينس هي هتطلع الفي بلس اللي وصلت هناك مضروبه في الجاما بتاعت اللود بتاعي. ده صح، بس ده على الانسيدنت بس او الريفلكتد بس، لكن ما ينفعش تعمل ده للتوتال فولتج. بينفع بس في حاله لو الطول لمض على الاثنين، غير كده مش هينفع. يعني لو الطول لمض على الاثنين ينفع اللي انت بتقوله ده، لكن لو الطول مش لمض على الاثنين اللي انت بتقوله مش هينفع، ما ينفعش للتوتال فولتج. الفولتج هيبقى ايه؟ هيبقى ضعفه من بكام؟ ماشي يا جماعه كماجنيتيود هيبقى اكبر فاليو صح، لان هو اوبن سيركت. عمره ما هيبقى ضعفه طبعا. ازاي يعني هيبقى ضعفه ازاي؟ يعني يوصل عند البتاع اكبر من اللي داخل من السورس ده ازاي؟ ده هيجيب منين؟ هو بيبقى ضعف الفي بلس بس عمره ما بيبقى ضعف السورس. ضعف الفي بلس مش ضعف السورس، عمرها ما يبقى ضعف السورس دي. ماشي نكتب قانون الفي اوف زد بتاعي. بعدين تحطوا الريفرنس فين؟ ماشي تحطوا الريفرنس هنا. بعدين في بلس دي هتبقى الفي انبوت بلس صح؟ ودي الفي انبوت ماينس. الفي انبوت ماينس دي اللي هي مين؟ المفروض انها جاما انبوت في الفي انبوت بلس. الفي انبوت بلس بتاعتي بكام؟ في في جي على 2 لان هو ماتشد، فدي في جي اوفر 2. الجاما انبوت بكام؟ كانت هي الجاما لود في اي باور ماينس 2 جي بيتا ال صح كده؟ الجاما اللي عند اللود بكام بقى؟ كويس، لو الزد لود بتاعي في اوبن سيركت المفروض ان الجاما لود بتاعتي بواحد. القانون كان كده زد ال ماينس زد نود على زد ال بلس زد نود. لو الزد ال بتاعتك دي بانفينيتي هتطلع لك ان الجاما بتاعت اللود بتاعتك دي بواحد. يبقى في الاخر دي كانها اي باور ماينس 2 جي بيتا ال على طول. بعدين انت عايز تجيب الفي اللي عند اللود اللي هي تطلع الفي 7 بتاعتي، هتطلع هي الفي اوف زد لما زد ايكوال ال صح؟ هتعوض هنا دي في جي على الاثنين مضروبه في اي باور ماينس جي بيتا ال زائد واحد في اي باور ماينس 2 جي بيتا ال في في جي على الاثنين في اي باور جي بيتا ال صح كده؟ تشيل كل زد وتحط مكانها ال على طول تطلع بكام؟ هتطلع في جي على الاثنين دي مع دي هتديك اي باور ماينس جي بيتا ال، فكانها 2 اي باور جي بيتا ال ماينس جي بيتا ال. دي كده الفي 7 في الاخر، في جي في اي باور ماينس جي بيتا ال بتاعتي اللي هي ضعف الفي بلس مش ضعف السورس. في بلس كانت في جي على الاثنين فالماكسيموم بتاعها ضعف الفي بلس.
طيب خلاص يبقى انت تقدر تشيل كل ده وتحط مكانه كده. طيب عايزين نحسب الباور اللي هتوصل للود قد ايه، وهل بتعتمد على ال ده ولا لا. انا عندي الفولتج بتاعي دلوقتي بيعتمد على طول اللاين، المفروض الفاليو بتاعته بتعتمد على طول اللاين. هل بقى الباور اللي هتوصل للود بتعتمد على طول اللاين هي كمان ولا لا؟ باور اللي هتوصل للود بكام؟ ايه صفر ليه؟ زد ال اه ايه ليه ليه دي مش تطور ماي مش ما سيفن الموديل. الفولتج بتاعك بيعتمد على ال اهو، الفولتج بيعتمد على ال. هل باور هيعتمد ولا لا؟ بالظبط، لانك في الاخر وانت بتحسب الباور هتلاقي نفسك بتاخد الماجنيتيود بتاع الفولتج اللي عند اللود، والفولتج بتاعي بيأثر اللاين، طول اللاين بيأثر في الفيز بس. فانت لو جيت حسبتها هتحسب طبعا الفي اللي عند اللود الاول، كانك بتعمل فولتج ديفايدر اللي هي تبقى الفي جي. الفولتج هنا ده اللي هو الفي ال، هيطلع الفي جي في اي باور ماينس جي بيتا ال في زد ال على زد ال بلس زد نود. وانت بتجيب الباور بتاعت اللود بتقول ان ماجنيتيود ال في ال سكوير على 2 في الريال بارت بتاع 1 على زد ال كومبلكس كونترول. ماجنيتيود ال في ال لو حسبتها من هنا هيطلع لك من غير خالص الاي باور ماينس جي بيتا ال، لانها الجزء بتاع الفيز، فهتلاقي ان في الاخر الباور بتاعك ما بيعتمدش على طول اللاين. طيب طيب بالنسبه بقى للمساله دي، هو عامل بيكمل عليها بيقول لك ان انا حاطط السورس بتاعي ده ب 10 فولت ار ام اس. يعني دي كانت 2 بارتس في الامتحان. البارت الاولاني انت بتجيب ال 7 وبتثبت ان الباور بتاعتك مش بتعتمد على طول اللاين. البارت الثاني بقى هو حاطط ارقام، فهو مديك الفولتج ده 10 فولت ار ام اس، ومديك دي اللاين بتاعك 50 اوم، طبعا لوسلس طول اللاين ده 1 متر، وحاطط اللود ده 100 اوم. بعدين بيقول لك احسب شويه حاجات، احسب الاس دبليو ار، بعدين احسب الباور اللي هتوصل لللود باستخدام اللي انت اثبته المره اللي فاتت، بعدين احسب الماجنيتيود بتاع الانسيدنت فولتج والريفلكتد، واحسب الماجنيتيود بتاع اللود كارنت، اخر حاجه بيقول لك احسب الفريكوينسي بتاعتك لو اول فولتج مينيمم حصل عند الانبوت. طيب هي المسألة اللي فاتت حط الفولت ب 10 فولت ار ام اس، الانترنال امبيدنس بتاعته 50 اوم، الزد نود ب 50، اللاين طبعا لوسلس،
حاطط اللود بتاعك ب 100 اوم طول اللاين 1 متر وبعدين نطالب شويه حاجات. عايز الاس دبليو ار الباور اللي هتوصل اللود بالاثبات اللي انت اثبته في المره المساله اللي قبليها. عايز ماجنيتيود الفي بلس ماجنيتيود الفي ماينس ماجنيتيود الكرنت عند اللود بكام. بعدين عايز الفريكوينسي لو اول مينيمم بتحصل عند الانبوت. نعمل ايه؟ ماجنيتيود الاس دبليو الاس دبليو ار الاول بكام؟ كويس. الاس دبليو ار بما انه لوسلس ماجنيتيود الجاما بتاعي مش هيتغير، فاقدر احسب الاس دبليو ار انها 1 بلس ماجنيتيود الجاما على 1 ماينس ماجنيتيود الجاما. هجيب الجاما دي ازاي؟ ممكن تجيب الجاما اللي عند اللود عادي، زد ال ماينس زد نود على زد ال بلس زد نود. الزد ال 100 الزد نود ب 50 تعرف تجيب الجاما. هتجيب ماجنيتيود الجاما تجيب الاس دبليو ار. بعد كده عايز الباور اللي هتروح للود قد ايه؟ ممكن تعملوها من القانون اللي فات. انت عندك خلاص الفي لود هتبقى بالمنظر ده، في جي في اي باور ماينس جي بيتا ال في زد ال على زد ال بلس زد نود. الزد ال ب 100 الزد نود ب 50 الفي جي دي ب 10. كويس. ماجنيتيود الفي بلس هو طالب ماجنيتيود الفي بلس، فهو عشان كده مش قايل لك هو الفي بلس عند الانبوت ولا عند اللود، لان هو الماجنيتيود ماجنيتيود طول اللاين كله المفروض ثابت ما بيتغيرش، بيتغير الفيس بس في حاله اللوست. من هنا من القانون اللي فوق وبيك استخدمي اللي انت اثبتيه في اللي قبليها. الفي بلس هتطلع بكام؟ في جي على 2 على طول. طيب والفي ماينس ماجنيتيود بالظبط ماجنيتيود الجاما بتاعت اللود او الجاما عامه في الفي بلس اللي هي في جي على 2. طيب الكرنت عند اللود طيب هتجيب الفي ال الاول هتطلع بكام؟ هي الفي بلس ايه بالظبط. ممكن تجيبي دي على طول من هنا، الفي ال ممكن تجيبها من هنا من القانون ده دايركت، ان هو في جي في اي باور ماينس جي بيتا ال في زد ال على زد ال بلس زد نود اللي انتوا جايبينها من المساله اللي قبليها. ممكن تجيبوا الفي ال بالطريقه دي. لو انتوا مش عارفين تجيبوها بالطريقه دي هتعملوا ايه؟ في بلس بتاعت اللود مضروبه في واحد بلس الجاما اللي عند اللود صح. الفي بلس اللي عند اللود دي اللي هي كام؟ اللي هي في جي على 2 مضروبه في اي باور ماينس جي بيتا ال. لو انت بتجيب الماجنيتيود مش هتفرق معاك، هتطلع الفي بلس على طول في واحد زائد الجاما اللي عند اللود. كويس. تجيب الاي ال ازاي؟ ماجنيتيود الاي ال هيطلع هو الاكسبريشن اللي فوق ده اللي هو كانه في بلس على زد نود سوري على زد ال. دول اللي عند اللود في ال بلس. لا دي ماجنيتيود مش هتفرق، لان هو لوسلس هو في اخر فرق فيس بس. طيب بيقول لك عايز الفريكوينسي لو اول مينيمم بيحصل عند الانبوت. بعدين ممكن اقول ان احنا عندي ده الاستكرود اكتر من النور، فانا المفروض عندي هتدي مثلا لما ببعت لاند على بعض بتجيب لي. كويس. انت ممكن تقول كده على طول ان الار ال بتاعتك هي اكبر من الار نود، هو ريزيستيف يبقى عند اللود فيه ايه؟ شايف ماكسيمم فولتج، شايف ماكسيمم فولتج هو بيقول لك على بعد 1 متر اللي هو عند الانبوت هو شايف المينيمم، يبقى الطول ده قد ايه؟ لامدا اوفر 4. يبقى ممكن تقول 1 متر دي هي لامدا اوفر 4 على طول، ومنها تعرف تجيب الفريكونسي. لو انت مش عارف الموضوع ده، لو مش عارف ان الريزستيف لو هو اكبر من ار نود
هو اللي عنده الماكسيمم. تعمل ايه؟ تعمل زي ما البشمهندس قال، هتكتب عادي الاكسبريشن بتاع الفي اوف زد اللي هو الفي بلس في باور ماينس جي بيتا زد في واحد زائد الجاما في اي باور 2 جي بيتا زد، والجاما دي دي هتعتبرها الفي لود، دي هتعتبرها ماجنيتيود الجاما لود لو الجاما ليها فاي، يعني جاما لود بلس جي الفاي بتاعت الجاما بتاعتي. لو انا ريزيستيف الفاي بتاعتي دي بزيرو خلاص، يبقى انا امتى يحصل ماكسيمم فولتج؟ لو الاكسبوننشال بتاعي ده بواحد، صح؟ انتوا كنتوا بتحسبوها ازاي؟ بتعملوا كده بتساوي الفيز بتاع الاكسبوننشال ده بزيرو او الايفن مالتيبلز اوف باي، وساعتها تقول ده اكبر فولتج يقدر يحصل. لو اقل، لو انت عايز تحسب المينيمم، يبقى بتاخد الفيز ده وبتساويه باي او الاود مالتيبلز اوف باي بتاعتي، فانت بتاخد الاثنين بيتا الزد دي وبتقول ان الزد دي البوزيشن بتاع المينيمم او الماكسيمم بلس الفاي اللي هو الفيز بتاع الجاما، وبتساويه يا اما ب 2 ام باي او الزيرو لو انت بتشوف الماكسيمم، وبتساويه بالاود مالتيبلز اللي هي 2 ام بلس 1 في الباي، ده لو انت بتشوف المينيمم، ده لو انت بتشوف الفي ماكس، وده لو انت بتشوف الفي مينيمم. فانت لو هنا بيقول لك الفي مينيمم على بعد 1 متر، انت ممكن تحسب على طول من هنا الزد مينيمم بتاعك ده بواحد، وتعرف اللامدا بتاعتك بكام. يعني ممكن تجيب دي 2 باي اوفر لامدا وتعوض بدي ان دي 1 متر، ساعتها تعرف تجيب اللامدا من القانون ده. الفاي طبعا بتاعتك بزيرو وهتساويها بالباي على طول، تعرف تجيب اللامدا بتاعتك بكام من هنا. جبت اللامدا تعرف تجيب الفريكوينسي بتاعتك على طول، ده لو انت مش عارف السبيشال كيس يعني. طيب المفروض ان سميث تشارت دي الدكتور قال لكم طبعا جت منين، هو جابوا الجاما الاول وعملوا الوكيشن لكل انواع الجاما، وقال لك ان الجاما دي اكبر فاليو ليها هي الواحد، فرسم اكبر دايره عندك دي اللي بتعبر عن الجاما بتاعتك بواحد، وبدا يرسم على البلين اللي هو جاما ريال وجاما ايماجينري، وجاب الريال بارت بتاع الامبيدنس وقعد علاقتهم ايه بالجاما ريال والجاما ايماجينري دول، وطلعوا ان هي الدوائر اللي هي دي الدوائر الكامله دي اللي هي بتمس فين؟ بتمس عند جاما ريال ايكوال 1، كل الدوائر دي عندها مماس عند جاما ريال ايكوال 1. وبعدين جاب بقى برضو الايماجينري بارت بتاع اللود وبدا يرسم ويحسب، يعني يجيب الاكسبريشن بتاعهم، وطلعت الدوائر برضو بس الدوائر بتاعها المماس بتاعها كله عند كام؟ عند جاما ايماجينري بتاعتي بزيرو. طلعت الدوائر اللي هي بتبقى ايه؟ هي المفروض دوائر كامله كده برضو، بس المشكله انها في اجزاء منها خارج جزء بتاع ان الجاما بتاعتي بواحد، فبتدي حاجات انريل. خدوا الدوائر بس اللي جوه الريجن بتاعت الجاما بتاعتي بواحد، الاجزاء منها بس اللي هي الدوائر المقطعه دي. كويس، انتوا بقى في الامتحان لما تيجوا ترسموا هترسموا ايه؟ هترسموا الدايره الكبيره قوي كويس، وهترسموا الدايره بتاعت الريال بارت بواحد اللي هي اللي في النص دي اللي هي دي كويس. وبعد كده اي دوائر تانية انت تحاول ترسمها انت بايدك يعني، او تحاول تظبطها انها تعرف ترسمها مظبوط. طيب تعالوا نشوف بقى، هو بيقول لك عندك اللود امبيدنس بتاعتي، طبعا في شويه حاجات، عندك الجزء الفوقاني ده المفروض الاكس بتاعتك بوزيتيف فاليو، الجزء التحتاني الاكس بتاعتك دي نيجاتيف، النص اللي على اليمين ده الريال بارت بتاعي اكبر من واحد، النص اللي على الشمال الريال بارت بتاعتي اقل من واحد، صح؟ الاكس بزيرو فين؟ هو الخط اللي في النص بالظبط دي كده الاكس ايكوال زيرو. طيب الار بزيرو فين؟ هي الدايره الكبيره. انتوا عارفين الحاجات دي ولا ايه؟ عارفينها صح؟ فين مكان الشورت سيركت؟ النقطه دي هي الشورت سيركت، مكان الاوبن سيركت النقطه دي هي نقطه الاوبن سيركت بتاعتي اللي هي الار بانفينيتي والاكس بانفينيتي. ماشي، تعال نبتدي نعمل الوكيشن للود بتاعي. انا دلوقتي هو مديك الزد ال، بيقول لك الزد ال بتاعك ده 30 بلس جي 10 اوم، ومديك الكاركترستيك امبيدنس 50، ومديك طول اللاين، بيقول لك عايز يحسب الستاندنج ويف ريشيو بتاعتك بكام، الجاما بتاعتك بكام، زد انبوت الواي انبوت، وبعدين بعد اول ماكسيمم عن اللود قد ايه. نعمل ايه؟ اول حاجه بتعملها بتعمل نورماليزيشن للود بتاعي. فاول حاجه بتجيب الزد ال اللي هي زد ال على زد نود اللي تطلع بكام، 0.6 بلس جي 0.2. كويس، تجيب النقطه دي ازاي؟
بتروح على دايره البوينت 6. دايره البوينت 6 اللي هي اي دايره من الدوائر الكبيره الكامله دي اللي موجوده عندك، بتلاقي رقمها فين؟ هتلاقيها مكتوب هنا. المفروض لو انت بتشتغل على سبيس شارت نفسها هتلاقيها واقعه فين. المفروض ان الريال بورت بتاعي كده اقل من واحد، يعني المفروض تلاقيها واقعه في النص الشمال. يعني ممكن تلاقي البوينت 6 هي الدايره دي. بعدين الدايره دي كلها انهي نقطه بقى على الدايره دي كلها؟ على حسب الايماجينري بتاعي. هو دلوقتي بيقول لي ان الايماجينري بتاعي بوينت 2 نورمالايز. بوينت 2 هيبقى فوق ولا تحت؟ هيبقى فوق لان هو بوزيتيف. انهي دايره؟ المفروض هتلاقيها حاجه هنا كده، وهتلاقيها مكتوبه الناحيه دي. اشمعنى حاجه هنا؟ دايره الايماجينري بواحد هتلاقيها هي الدايره دي. الدايره اللي بتمس هنا دي، دي دايره الايماجينري بواحد. كده بتزيد كده بتقل بالظبط. تقاطع بقى الدايرتين دول مع بعض، نقطه التقاطع دي، دي نقطه اللود بتاعي، دي كده نقطه الزد ال. يبقى انت هتيجي في الامتحان تعمل الوكيشن للزد ال وترسم الدايره اللي هي بتاعه البوينت 6 دي ودايره البوينت 2 اللي بتمر بيها. انت مش ترسم كل الدوائر اللي انا رسميها دي، انت ترسم بس الدايره دي والدايره دي اللي بتمر بيها، وتقول ان دي دايره البوينت 2 دي دايره البوينت 6 بالتقريب يعني. طب انا كده عملت الوكيشن لللود بتاعي، بعد كده هو عايز يحسب الاس دبليو ار، يحسب الستاندنج ويف ريشيو. ممكن نحسبها ازاي؟ في كذا طريقه. في طريقه انك اساسا ترسم دايره الجاما. نرسم دايره الجاما يعني تعمل ايه؟ من السنتر بتاع سبيس شارت للنقطة دي هتفتح البرجل بتاعك وترسم دايرة. دي اللي اسمها كونستانت جاما سيركل. المفروض دي دايرة الجاما بتاعتي اللي هي جاية اصلا من الفيزر فورم بتاع الفولتج، اللي هي اول حاجة الدكتور رسمها لكم. قالك ان الفولتج بتاعك هو عبارة عن واحد بلس ماجنيتيود الجاما، والجاما دي بتتغير على حسب الفيس بتاعي شكله عامل ازاي. الدايره دي هي دي، دي اللي ما بتبقاش مرسومه على سميث شارت، اللي انتوا بترسموها بايديكم. بتترسم ازاي؟ من السنتر بتاع سميث، من السنتر بتاعه لحد نقطه اللود بتاعك دي، بتفتح البرجل بالمسافه دي وترسم الدايره. كويس. عايز تحسب بقى الاس دبليو ار هتعمل ايه؟ هتاخد مقاس من الدايره. كويس. مش من عند نقطه، يعني مش من هنا وتنزل، لا هترسم الدايره دي وتاخد مقاس من الدايره مع الخط اللي تحت ده، التقاطع ده هنا كده، النقطه دي تاخد مقاس من هنا وتنزل بيه لتحت. هتلاقوا فيه هنا رولر كده اسمها الاس دبليو ار. واحده بتحسب لك الاس دبليو ار بالدي بي، وواحده بتحسبها لك باللينير سكيل. نعم. دي الاس دبليو ار ستاندنج ويفش جايره الجاما. اه لا مش جاما لود بس، وجاما انفوت، دايرة الجاما عامة بالظبط. بس هي نفسها اللي هتتحرك عليها عشان تجيب الزد انفوت، صح؟ فهي دايرة برضه الجاما انفوت، ودايرة الجاما عند أي نقطة، لأن هو واصل السلايم، فالماجنيتيود الجاما بتاعك ثابت، اللي هو الريديوس ده. الريديوس ده بالنسبة لك هو ماجنيتيود الجاما المفروض. كويس. في دي طريقة إنك تحسب الـ SWR، هتاخد ترسم الدايرة المماس من على الشمال وتنزل بيه لتحت، تقطع المسطرة بتاعة الـ SWR، جبت الـ SWR بتاعتك بكام. في طريقه تانية انك تحسب الاس دبليو ار بتقاطع الدايره دي من على اليمين والشمال مع الخط اللي هو الهوريزونتال ده. تقاطع الدايره اللي على اليمين ده بتشوف هي بتمس مع دايره الريال بارت بكام. دايره دي يعني في دايره ريال بارت هنا هتلاقيها مماسه مع دي، دايره ار من سميث شارت، دايره مرسومه يعني عندك. ايوه بالظبط. الدايره اللي بتمسها دي الفاليو بتاعت الار بتاعتها بكام؟ الفاليو بتاعت الار دي هي دي الاس على طول. يعني اللي هنا تشوفي الار بتاعت دي بكام؟ الفاليو بتاعت الدايره دي بكام؟ دي الاس. دي الفاليو بتاعت الستاندنج ويف ريشيو دايركت. اشمعنى بقى؟ المفروض ان اللي على الشمال دي مين؟ لو انت بالفيزور فورم قلنا ان دي واحد وبتجمع عليها ماجنيتيود الجاما، صح؟ وبتبقى دي كده الفي ال بتاعي. صح كده الفيزور فورم بتاعك اللي هو الفي ال ايكوال 1 بلس ماجنيتيود الجاما بتاعتي في اي باور جي سيتا، السيتا بتاعتي اللي هي دي. صح كده؟ كويس.
فين اكبر فاليو للفولتج بتاعي؟ لو جمعت الواحد ده ومعاه الريديوس صح، دي هنا كده مكان الماكسيمم فولتج. مكان المينيمم فولتج فين؟ لو واحد وطرحت منه الماجنيتيود اللي هي الحته دي، دي كده المينيمم. طيب عند الماكسيمم فولتج الانبوت امبيدنس بتاعتي بكام في حاله اللوسلس؟ هو عند الفولتج ماكسيمم قيمه الفاليو بتاعت الفولتج ماكسيمم بكام؟ المفروض انها في بلس واحد زائد ماجنيتيود الجاما صح كده. طيب وعند الماكسيمم فولتج بلاقي الكرنت ماله؟ مينيمم صح. يبقى انا عندي هنا اي مينيمم، قيمه الاي مينيمم دي بكام؟ في بلس على زائد نود مضروبه في واحد ماينس ماجنيتيود الجاما، دي المينيمم كرنت. لو انا عايز اجيب بقى الامبيدنس عند الماكسيمم فولتج دي بكام، بقسم الاثنين دول على بعض، اقسم الاثنين دول على بعض يديك كام؟ الزد عند الماكسيمم بتساوي المفروض زد نود، هتقسم في ماكس على اي مينيمم فهتطلع لك الزد نود مضروبه في كام؟ في واحد زائد ماجنيتيود الجاما على واحد ماينس ماجنيتيود الجاما اللي هي مين؟ اللي هي الاس. فالفاليو بتاعت الانبوت امبيدنس عند الماكسيمم فولتج في حاله لوسلس ترانسميشن لاين هي الزد نود في الاس. طب وعند المينيمم؟ بالظبط في ماك زد ماكسيمم، دي في ماكسيمم على الاي مينيمم هيديك اكبر امبيدنس. ماشي، ما عشان تجيب الامبيدنس دي بتجيبيها عند ال بالظبط. طيب والفولتج عند فولتج مينيمم الزد بتاعتي بكام؟ هتبقى زد نود اوفر اس. طيب على سميث شارت بتبقى نورمالايزد، فهتبقى النقطة اللي هنا دي هي الاس، النقطة اللي على الشمال هتبقى واحد على اس. يبقى الفاليو بتاعت الامبيدنس اللي انت هتشوفها من هنا دي هي الاس على طول، الفاليو بتاعت الامبيدنس انت هتشوفها من هنا هي الواحد على اس. فانت لو قريت من على اليمين بتقرا الفاليو بتاعت الستاندنج ويف ريشيو على طول، لو قريت المماس اللي هو ناحيه الشمال بتقرا الواحد على اس كويس، او تاخد المماس وتنزل لتحت وتقرا الاس وخلاص. الاس دبليو ار هتلاقي اول مسطره في سميث تشارت تحت على الشمال، هتلاقي هي دي مكتوب عليها اس دبليو ار، واحده لينير وواحده بالدي بي. الخط الفوقاني هتلاقيه باللينير، التحتاني هتلاقيها بالدي بي. اه بالظبط. كل الطرق احنا لازم تكون معاك سميث تشارت. كل الطرق الاس دبليو ار دي لازم معاك سميث تشارت، يعني انا هاخد مماس من هنا وانزل لتحت احسبها ازاي؟ قصدي اه ان انا اجيب منها طبعا ولا ان انا اجيب منها اس دبليو ار. بالظبط مش هتنفع. في اسئله ثانيه ممكن تيجي ان انا برسم على سميث تشارت اللي هي زي اللي ما هو انا ما هو ده اللي بساله، في الميد تيرم انت هترسم على سميث ولا انت اللي هترسم سميث؟ ماشي، هترسم سميث يبقى هتعمل الكلام ده، هتوضح له بس انت بتجيب دي ازاي؟ تقول انك بتاخد مماس وبتنزل لتحت بترسم انت ده بايدك زي ما انا رسمه كده، بس ما بتجيبش فاليو، يعني هو في الاخر عايزك عايز يشوف انت بتعرف تتحرك عليها ولا لا، بس هو مش عايز ارقام. انت فاهم؟ هو مش عايز ارقام، هو عايزك بس يشوف ازاي بتعرف تتحرك مظبوط ولا لا، بس كده. يعني اللي انا برسمه ده دلوقتي انت هترسمه برده في الامتحان. نعم؟ لا المماس هتاخده من الشمال بس، لان المساطر هنا غير المساطر هنا، يعني على سميث تشارت نفسه المساطر اللي على اليمين غير المساطر اللي على الشمال، التدريج هنا غير هنا. هتلاقي اللي على الشمال ده بيقيس اللوسز وحاجات تانية خالص، اللي هي اللي على اليمين ده حاجه تانية. فانت بتاخد المساطر اللي ناحيه الشمال، فدايما المماس بتاخد المماس اللي ناحيه الشمال مش ناحيه اليمين. طيب كده حسبت الاس دبليو ار، هحسب الجاما ازاي؟ المفروض بحسب الجاما بحسب منها الماجنيتيود واحسب الفيز. هحسب ماجنيتيود الجاما ازاي؟ يبقى عشان احسب دي محتاج اجيب ماجنيتيود الجاما بتاعي بكام، واجيب الفيز بتاعها بكام، واجيب الفاي بكام. طيب ماجنيتيود الجاما اقيسه ازاي؟ ممكن من نفس المماس ده، هتلاقوا تحت كده تالت مسطره تقريبا، هتلاقي مكتوب عليها كده ريفليكشن اوف اي واي، ان هتلاقي المسطره اللي قبليها ريفليكشن اوف بي، يعني اللي قبليها هتلاقيها بيجيب لك ريفليكشن كوفيشنت بس في حاله الباور اللي هي كانها ماجنيتيود الجاما سكوير. انت عايز الريفليكشن كوفيشنت اللي هي ريشيو ما بين الفي ماينس والفي بلس، فاللي هي ريفليكشن كوفيشنت اوف اي واي دي اللي انت هتقرا منها. هتلاقي تالت مسطره في سميث تشارت، تالت واحده. تقاطع برضو المماس ده مع المسطره دي على طول هيديك هو ماجنيتيود الجاما، او انك تجيبها منين؟ المسطره الاخرانيه خالص اللي هي التدريج بتاعها بيبتدي من على اللي هنا، من على طرف السميث تشارت اللي هي اللي اسمها ترانسميشن كوفيشنت. لخبطه صح؟
ماشي كده. ومعاكو سميس هتفرق. هو هي ايه الفرق بين مش هتفرق. هي هي دي بس دي انت بتاخدي المماس وبتقري على طول. كويس. الاخرانيه انت بتقيسي الطول ده قد ايه وبتيجي بيه هنا. انت اللي بتيجي يعني بتاخدي الطول ده قد ايه وبتنزلي بيه من مسطره لهنا اخر واحد خالص. طول من السنتر لحد هنا اللي انت رسمتي بيه الدايره. لان المفروض دي هي دي ماجنيتيود الجاما بالنسبه لي. تاخدي مش من عند اللود برضو من عند الدايره لان دي ده الريديوس بتاعك كده دلوقتي. ايه اللي انت جايب منه الاس دبليو ار. هي نفس البتاعه دي نفس القطعه تقرا منها اس دبليو ار وماجنيتيود الجاما مره واحده. طب ما بوينت 6 ده يعمل لك ايه؟ لا ما هيطلع حاجه تانية. بوينت 6 ده الريال بارت بتاع الامبيدنس نورمالايز مش دي الجاما. بالظبط ملهاش علاقه خالص بالجاما. الجاما هتطلع حاجه تانية. ماشي. لا زي الاس دبليو ار بالظبط كنت بتاخدي المماس. هي نفس المماس ده بتقيسي منه الاس دبليو ار وماجنيتيود الجاما مره واحده. طب اقيس الفيزيك. ممكن تقيسوا ماجنيتيود الجاما بطريقه تانية على فكره. ممكن تقيسوا ماجنيتيود الجاما ازاي؟ لو المسطره دي مش موجوده بتاخد الطول ده قد ايه بالسنتي بالنسبه للطول ده بالسنتي. لان الطول ده المفروض كان الجاما بتاعتي بواحد اللي هو الريديوس بتاع سميس تشارت كله على بعضيه ده المفروض بواحد. المفروض بتاخد الطول ده كله اللي هو من اول نقطه شورت سيركت لحد السنتر بتاع سميث تشارت والطول من السنتر بتاع سميث تشارت لحد نقطه اللود. الطول ده بالنسبه لده قد ايه؟ ده هيديك ماجنيتيود الجاما. بتقيس دي من هنا لهنا بالسنتي ومن هنا لهنا بالسنتي كام؟ الريشيو ما بينهم تديك ماجنيتيود الجاما برضه. كده انا جبت الماجنيتيود. اجيب الفيز ازاي؟ بالظبط الانجل على طول. المفروض ممكن تقيسها اللي هي الانجل دي. بتقيسوها ازاي؟ بتشد خط من السنتر بتاع سميس نقطة اللود وتشد خط لبره كده. هتلاقوا في على سميس تشارت في ايه؟ في منائل موجودة، في منقلتين. كويس؟ في 2 ديجريز. واحدة فيهم بتعبر عن الانجل اوف ريفليكشن كوفيشنت والتانية الانجل اوف ترانسميشن. أنت المفروض بتقرا من أنهي؟ بتقرا من الانجل اوف ريفليكشن. هتلاقي في تدريجين. المهم يعني ان هي دي هي الزاويه دي. لو انتوا في الامتحان هتقولي ان هي دي فاي بتاعتي. طيب عايز الانبوت امبيدنس. هجيب الزد انبوت ازاي؟ المفروض هي الزد لود بس بعد ما امشي مسافه الطول بتاع ترانسميشن لاين هي 0.101 من اللمضه دي. كويس. وانا بمشي على سميث تشارت بمشي ايه؟ نورمالايزد برضو. يعني انا بمشي نورمالايزد ديستنس. يعني دي 0.101 من اللمضه ما ينفعش امشي كده. انا بمشي بالمسافه اللي هي الدي على سميث تشارت المفروض هي تبقى كده الا على لمضه. ده اللي انتوا بتمشوه على سميث تشارت. انت بتمشي النورمالايزد ديستنس بتاعتك. النورمالايزد ديستنس دي خليها دي نورمالايز احسن بدل ما هي مكتوبه كده. كويس. اللي هي ال على لندا اللي المفروض تمشي مسافه 0.101 منين؟ من اللود. في انهي اتجاه؟ انت المفروض بتتحرك من عند اللود ورايح ناحيه مين؟ ناحيه السورس. انت عشان تجيب الانبوت بتاعك فانت ماشي من اللود ورايح ناحيه السورس. طب دي الف كلوك وايز ولا كاونتر كلوك وايز؟ يعني انا واقف دلوقتي عند اللود همشي كلوك وايز ولا كاونتر كلوك وايز؟ لو انا رايح للجنريتور رايح ناحيه السورس بتاعي بمشي كلوك وايز. لو انا مش عارف في سميث تشارت عندك هو بيقول لك اساسا تتحرك ازاي. هتلاقي هو كاتب لك كده على الشمال لو انت ماشي توورد الجنريتور هتلف ازاي، لو انت ماشي توورد اللود هتلف ازاي. هو عامل الخط يعني هتلاقيه عامل لك كده توورد الجنريتور وعامل السهم كده. طبعا كاتب الجمله كلها توورد الجنريتور. لو انت ماشي توورد اللود هتلاقيه عامل السهم العكس. وبرده الانجل اوف ريفليكشن والانجل اوف ترانسميشن هتلاقيهم مكتوبين هنا على اليمين. انهي تدريج فيهم بيعبر عن الانجل اوف ريفليكشن وانهي تدريج بيعبر عن الانجل اوف ترانسميشن. بس يعني في الميد تيرم انتوا مش محتاجين ده. فانتوا يعني في الاخر انت هتتحرك كلوك وايز لو انت رايح من اللود
عشان تقيس الانبوت امبيدنس، لان ساعات في الامتحان يوم يديك الانبوت امبيدنس وعايز الزد لود، فانت بتمشي عكس الاتجاه. كويس؟ فانا في الحاله دي هنمشي من الزد لود رايح للانبوت، فهتحرك كده. مسافه قد ايه؟ مسافه البوينت 101. هوصل لنقطه هنا، من هنا لهنا المفروض تبقى بوينت 101. لو انتوا عايزين تقيسوها من سميث شارت هنا مش يعني لو انتوا بتعملوا جرافيكال مش هتعرفوا تقيسوها، فانت بترسم ايه كده يعني ايه باي لاب، ترسم على سميث نفسها بقى تقروها ازاي. بالمناسبه الخط ده يطلع بره الريجن ولا مش هيطلع بره الريجن، يعني هينزل هنا ولا مش هينزل، تعرفوا منين؟ يعني الخط بتاعي يجي هنا ولا هيجي هنا؟ ما هو ده يطلع ايه؟ يعني انا دلوقتي انا بقول همشي من اللود بوينت 101 صح كده؟ طيب بوينت 101 دي تخليني اخرج بره الحته دي ولا لا؟ بره الربع ده ولا لا؟ بره النص الفوقاني ولا لا؟ يعني تخلي تحول الانبوت امبيدنس بتاعتي اندكت كاباسيتيف ولا لا؟ ايه؟ تعرفوها ازاي؟ بما ان احنا بنرسم جرافيكال يعني انتوا على سبيس تشارت هتعرفوا لوحدكم، لكن احنا بنرسم جرافيكال بالظبط. انت عندك طول السبيس تشارت دي كلها كام؟ يعني انا واقف عند الزد ال، لو لفيت لفه كامله ورجعت ده كاني مشيت على الترانسميشن لاين مسافه قد ايه؟ لامدا على الاثنين، يبقى طول سبيس تشارت كلها لامدا على الاثنين، يبقى نص السبيس كام؟ لامدا على الاربعه، يعني نص دي كده هتلاقيها ربع، وانت لو بصيت على سميث هتلاقي كده بادئ دي زيرو وهتلاقي كاتب هنا ربع في اللي هي الويف لينث في ترانسميشن. كويس؟ فانت لو مشيت على نص سميث شورت يبقى انت مشيت لامدا اوفر 4، يعني كانك مشيت نورمالايزد ربع. ربع دي معناها ان التمن بتاعي كام؟ 0.125 صح؟ يعني انا التمن ده 0.125، يبقى عشان اعدي لازم اجيب مسافه اعلى من 0.125، اعلى من لامدا على 8 صح؟ اللي هي المسافه دي اصلا مش اعلى من لامدا على 8، فغصب عني لازم هتطلع في الربع اللي هو اللي على اليمين ده، مش هتطلع بره. لو هي 0.125 ستيل هتيجي الناحيه دي، لو هي اعلى من كده يبقى انت ممكن تخرجي، لان الحته دي كده الربع ده بس لوحده 0.125. input impedance الانبوت امبيدنس وانت رايح للجنريتور تورد الجنريتور، بتتحرك من اللود وانت رايح في اتجاه الجنريتور، بتمشي على ايه؟ اه بالظبط كلوك وايز، وانت من اللود للجنريتور كلوك وايز، يعني وانت من اللود رايح عشان تجيب الانبوت امبيدنس بتتحرك كلوك وايز كده بالظبط. انتوا لو معاكوا سميث شارت الحاجات هتبقى اوضح بكتير، بس لو انت عندك اللود امبيدنس وعايز تجيب الانبوت امبيدنس تقف من عند اللود وتتحرك كلوك وايز المسافه اللي هي نورمالايزد بتاعتك ال L اوفر لامدا، لو مديك ال L دي بالمتر يبقى انت لازم تجيب اللامدا الاول وبعدين تجيب ال L اوفر لامدا بكام؟ نورمالايزد فاليو، دي هي دي اللي بتتحرك بيها. كويس؟ هتحرك ازاي؟ انا بجيب من اللود للانبوت هتحرك كلوك وايز المسافه بتاعتي دي اللي هي 0.101، هوصل عند نقطة معينة، أجيب الانبوت امبيدنس بتاعتي ازاي؟ من النقطة دي تمد خط لحد السنتر. تقاطع الخط مع دايرة الجاما دي الانبوت امبيدنس بتاعتي. ازاي تحسبه ده من على سميث شارت؟ تحسبوا المسافة دي تمشوا ازاي 0.101 من على سميث؟ هتيجي من عند اللود وتقيس مين؟ تشوف اللود ده واقف فين بالنسبه للريفرنس بتاع سميث، لان الريفرنس بتاع سميث بتاعي دايما الزيرو بتاعه بادئ من هنا، فانت هتشوف اللود بتاعك واقف فين بالنسبه للسنتر. اللود بتاعي هتلاقيه واقف فين، هتقرا البوزيشن اللي انت واقف عنده، هتقراه من على انهي تدريج؟ من على الويف لينث توورد الجنريتور، هتلاقي في حاجه اسمها الويف لينث توورد الجنريتور. لو انت عايزه تحسبي 0.101 دي ازاي تتحركيها؟ اخر واحد من بره. اه بالظبط. لو انت عايزه هتتحركي دي ازاي 0.101 تقيسيها ازاي؟ تقيسيها ازاي على سميث شارت؟
كويس. 0.101 ازاي بقى؟ هتقيسي من هنا انت واقفه فين اصلا؟ انت هنا ده مش الصفر بتاعك، الصفر بتاع سميث هو ده. هتقيسي انت واقفه فين؟ عند فاليو كام؟ الفاليو اللي انت واقفه عندها دي تزودي عليها 0.101 وتروح للرقم اللي انت رحت له، الرقم اللي هيطلع لك على نفس الديجري، على نفس الويف لينث توارد الجنريتور، على نفس المسطره دي. يعني الرقم التوتال اللي انا بجيبه ده، الرقم ده اللي هو هنا ده ومزود عليه 0.101 هيطلع لك الرقم اللي هنا. هو انا عايز الرقم اللي ده عشان تجيب الانبوت امبيدنس، هتجيبيها ازاي؟ هو احنا هنعمل الكلام ده بعد الميد ترم تاني يعني بالتفصيل، بس يكون معاكم بس مسة شهر عشان تتحركوا عليها. من السنتر للزد قال وتطلعي بره، هتشوفي انت واقفه فين. الويف لينث توورد الجنريتور، تاري الرقم تزودي عليه الفاليو دي للنقطه اللي انت جبتي رقم مع الدايره بالظبط. تقاطع الخط مع الدايره دي الانبوت امبيدنس بتاعتي. طيب عايزه اجيب الواي انبوت. عايزه اجيب الواي انبوت. هتجيب الواي انبوت ازاي؟ من نقطه الزد انبوت دي وهتمد خط لحد ما تقطع الناحيه الثانيه 180 درجه. اللي هتقراه هنا ده الواي انبوت. ايه بالظبط؟ تقرا برضو الفاليوز دي. طب ده اللي انا جايباه ده الواي انبوت نورمالايزد. عشان افك النورماليزيشن بعمل ايه؟ تضرب في كام؟ في ار نود؟ في زد نود؟ لا بتقسم، يعني في الواي دي تجيب الواي انبوت اللي انت قريتها وتضربها في الواي نود اللي هي واحد على زد نود. لو انت بتجيب الزد انبوت بتجيب الزد انبوت دي وتضربها في الزد نود. كويس؟ لو بتجيب الزد بتضرب في الزد نود، لو بتجيب الواي بتقسم على الزد نود بتاعتها. طب اخر حاجه، بعد اول ماكسيمم عن اللود قد ايه؟ فين نقطة الماكسيمم؟ هي النقطة اللي على اليمين خالص دي اللي هي دي. المسافة ما بين اللود وأول ماكسيمم هي مين؟ هي دي كده. دي ماكسيمم أوفر لامدا. من عند اللود وتمشي لحد ما توصل لنقطة الماكسيمم اللي هي النقطة دي. المسافة دي هي دي الدي ماكسيمم أوفر لامدا. طب لو عايز الدي مينيمم؟ تشرحها من بعض بالظبط. ده لو انت على سميث، لو انت بقى في الامتحان بترسم بس ان هي دي ماكسيمم اوفر لامدا وخلاص. طب لو عايز الدي مينيمم؟ ماشي، هتجمع عليه لامدا على الاربعه اللي هو تقيسها ازاي من على سميث تشارت؟ بالظبط، بتمشي كل ده، ماشي؟ محدش يقول ان هي المسافه دي. مش لازم تمشي كلوك وايز، لازم تمشي من نقطه اللود لحد ما توصل للماكسيمم. لامدا على الأربعة بالظبط، كيف تجمعي نص السميث؟ فانت بتمشي كل دي كده كده لحد هنا، دي كده دي مينيمم اوفر لامدا. دي نقطة الماكسيمم صح؟ من هنا. ماشي خلاص، كفاية كفاية، اتفضل.